وأيام بأيام في آخر ثبان من آن لهان دبره قيد. الله نحرستي مدحويني وري سومالي لان محمد حاجي إبراهيم عقال وها مدحويني لباد سومرا جمهوريه سومالي لان وحكو دشي دقمد اوذويني سندي يكون سقال بغولي سقالي لاتنك وحانو يرانتي سيكو سوبر براي مقالوين كبرعو بربراي الشيخ الكاسو كسور دمستي برشادة قرآن يوح برشادة أساسيقا وحانو مركي دنبوسو وريقي دوكسيقا بوردين كالشيخ isagoo waxbarashada sare u tagay magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska sanadii 1916 ayuu dalka dib ugu soo laabtay markaas oo loo doortay xogeyaha guud ee xisbiga SNL oo halgamaayay xornimadoonka Soomaaliland xilligaas ay socotay dabaysha xornimadoonka mudafarsana kadib 1916 June wuxuu ahaa shakhsiyaadkii gacantooda ku seexay in Soomaaliland xorriyadeeda qaadato muddo shan cishaa kadibna Soomaaliland waxay la midowday koonfurta Soomaaliya kadib markii 2 July xurnimadooda ka qaateen maxmiyadii Talyaaniga halkaas ay ka dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya 2 July 1916 markii gobolada Koonfureed ee Soomaaliya xurnimadooda ka qaateen dawladda Talyaaniga oo ay dhalatay Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Haaji Ibraahim Ciqaal oo hoggaaminayay waftigii ka socday Soomaaliland wuxuu noqday wasiirkii gaashaandhigga ee horeeyay Soomaaliya isagoo sidoo kale noqday wasiirkii waxbarashada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sanadii 1936-46 waxaana hoggaamiyay noqday xisbiga mucaaradka ahaa ee SNC waxaana markii dambe ku biiray xisbiga SYL 10 July sanadii 1986 waxaa loo doortay ra'iisul wasaarihii Soomaaliya halka madaxweynana loo doortay Cabdirashiid Cali Sharmaake wa ayyam ba ayyan من آن لهان دبره قيلا وأيام بأيام آخر زمان من آن
كوبي لاتنكي أكتوبر يكون سقال بقولي سقال اللحدن كي مركي انقلاب كملو يتري وهو قامني محمد سياد بره وكرد عاي سوماليا محمد حاجي بران عقال وحو هاريس الوساري قدن بي دولة سوماليا ديلا صدرتو وقتي قاسي والله حري وحانو حبسي كتشري إلا يو سند يكون سقال بقولي كوبي ستيتنكي بشي فبروري مركالا قربو مدى سند كيراي وحايد كون سقال بقولي شني تدباتنكي إلا يو اللحي تدباتنكي ومرلو مقعابي دنشرا سوماليا وفديني ودلهي دلك هنديا اسلام مركيبا حبسيغا ايه لغو عيليي تيدي توان كي مي ايه كنساقال بغولي كوبي ساقاشن كي سومال لان واحي ديبو لسو نقطي حرنما دي دي كديب دقالة دقو يشفادي اسلام لقشي دولد دي محمد سياد بره قوان كالاسو نقشيدان وحلقا قرد واقعي مقالة دا برعو ايه حرانتا قبل كاتشاق دير شير مدافر بلودا كسعودي مقالة دا بورا ما وحشان تيمي سند يكون سقال بقولي سدحي سقاشن كيلي سكوهي ميد دوكسك شاق على الجوهر اي مقالة دا بورا ما وحانا شركا سيكا سو قيب قلي لمان ارقوين كبيلاها سومال لاني كوبايهين شركو دون يمشرحين وحانا شركا سيكا سو بحاين محمد حاجي إبراهيم عيال لودور تو مدحوينها تشموريه دا سومالي لان كدي مركيو ارقادة شركا سيكا هلاي سقالي سقاشن عود هلكا مدحوينكو حيقين لودور تي عبد الرحمن وعلي فارح وقتي قاسوني تشيرين مامل دول النمو وردما يستران داخلي دولة داد يا عيدا يا دوكومنتري حفيزيها ولقو ريتشيي واحد بضان بانعني وهم بحرين عيدا لكن تاريخ بالله قرين دور هاد بري فران تحيو تالنا تاران بلان من قولنا برقين لكو تشير وعملنا قدنا ويحاني ايا بول دول تاريخ بالله بوك تحبا يا عبد الرحمن كل يلان دونا اللي بوحا عروف لهم بيرات هاي دولتي عبد الرحمن هي دولتي إن ما تدل في يوم منه وعلى لك أنا وحط العرري ونقل أرتيني أمت قرى إن ما تقول لي من فاينور دي بري الهوري بتيين أنا بو لبك وين ونقلت ما مرامك كرامي نصيب لها لأسي أيولوك الله لكن نصيب كوي أيولها تغيير دي إلى هاي النقصة لضي حوبي إنك حرية ما ضحبوها أبان دوليه حرية دوي عبد الرحمن وأيام بأيان في آخر ثبان من آن لها كاسين waxay ka bilaabeen aasaaskii taabagalinta dimuqraadiyadda iyo dhismaha dawladnimada taamiyasha Allahu naxariistay marxuun Maxamed Haaji Ibraahin Ciqaal waxa uu ka soo anbaxay magaalada Boorama isagoo hooyada magaalada Gibli waxana sidoo kale si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa intaa kadib madaxweyne Ciqaal waxa uu guntiga u xidhay sidii bilaha Soomaalina hubka looga dhigi lahaa halkaasna lagu diyaar garoobi lahaa dawladda mas'uul ka noqota shacabkeeda halkaas oo la isku keenay ciidamadii bilaha kala duwan ee Soomaaliland waxana bilaabatay ka dhigida hubka ayaa aasaastanka ciidan qaran oo Soomaaliland yeelato
إنما للآن أبدا لم ندنان وقذا لتبنان وأيام بأيام sanadii 1966kii waxa wadanka la keenay lacagta shilinka Soomaaliland oo gaar u leh qaranka Soomaaliland taasoo meesha ka saartay isticmaaladii lacagtii hore ee Soomaaliya keenay reer Soomaaliland oo sharaxiskeeda oo u soo taxay waqtiga loo bedelay hawaayna keenan oo bedelashada waxay ka dambeeyay lacagtii loo qoray noqonaysa maxay ahayd tii wadanka Soomaaliya inkastoo xaaladii markaa taagneyd awgeed ay ka hor imaadeen lacagtaasi caqabado luguna jiray xalinta dagaalkii sukeeye iyo xukuumadda waqtigaasi oo muddo dhaaf ku jirtay waxa markale shir la isku yimid 1979kii kaasoo dib loogu soo doortay in Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal uu noqdo madaxweynaha Soomaaliland halka madaxweyne ku xigeena loo doortay Daahir Yaale Kaahin intaa kadib waxay dawladdu kula gashay dhismaha dawladnimadeeda iyo hirgelinta shuruucda dawladnimo waxaana dawladdi maxamed xaaji ibraahin ciigaal ku guuleysatay inay sameyso dastuur u gaar ah qaranka Soomaaliland sidii ay hore u sameysay lacag u gaar ah qaranka Soomaaliland iyadoo hore lagu dhaqaaqay sidii habka dimuqraadiga loogu rogi lahaa xukuumadda intaa kadib waxa lagu dhaqaaqay sidii waddanka loogu hirgelin lahaa shuruucda dawladnimo waxaana 2010kii la ansixiyay dastuurka qaranka Soomaaliland oo ay ogolaadeen 179 guud ahaan shacabka Soomaaliland tidii laga qaaday intaa kadibna waxa la galay ka guurida xadii qarameedkii beelaha Soomaaliland ee shirkii Borama iyo sidii loogu guuri lahaa habka aasaaska xisbiyada tirada badan waxaana la aaminay madaxweyne Ciigaal wuxuu aasaasay xisbigii muddada badan dalka ka tilinayay ee udub inkastoo waqti xaadirkan uu saaxadda siyaasadeed ka baxay burburayna ايه
شرعي اسمها أحزاب سياسية وحوية بورا ما أنت أي مكمل الراضي وقعدوا وحلقة شعبي للقاضي شعبي للقاضي فقاية سومالي يعني الله القاضي وكتر الله صدي شبه دينه وكتر الله صدي خرمي اليوم ما يجب قومية بلوت الله صدي وانتنا فدوتنا هذه أي تاسو مثل وحين قاضينا تلابضي ورادتو سيرا وقريبا تحضرائيا عن إمام الجيد كانوا ها تلابضات في مقاسم ويانا هل كأي نمر إنه ما تأي نقارنم نظام أي نمر إنه مير كثف كثف حيث لكم قال وينكو قارنم حجار الآن إيو سياسي الآن يقبيل وحفظه ورشو هل كأي نكو قارنم هين وينكو قارنم مرك أي تنبئه أي هذي نظام كار كجاري من مجد إلى أي كبحنا من طلابات إلى بعض كارنا قوميات يقارن كصومال الله مصر أحزاب سيوحة في تجاري نحن نسيب سجين إلى ما نتبوس أي نصومة لجو فائلدي أي يواري عارمين مدي أي نصوات عارم لي لجو دراعي وأن في مكان يحرم في يوم هاي هذي وهاي كذي كذي هالشيء أول شيء أنا هين هالشيء نريد فيه أنا هين أصدقاء طعم هذا هالشيء اللي بتصير سرعة طعم صوري برنامج هذا بس الله كلا دوسه شعبي دي هو كلا دوسه أي تعيد جهين يومام يتمام التمام اليوم سيقرأ كان الواقع رمح لا بد أقول أيام بدون إلى شعبه وإنه يقعدوا إلى حيث أن يوفر السيئة وكان أيضاً في مكان It's a
idin kumaan akhira kadran wa ayyam ba ayyam ni akhir zaman inna waqtigaasina waxa loo diyaar garoobay doorashadii golaha deegaanka 3dii May maalin Jimca ayaa Allaahu naxariistay marxuun Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Koonfur Afrika magaalada Pretoria halkaas uu tagay hawlo caafimaad waxaana murugo ku noqotay guud ahaan shacabka Soomaaliland taa kadib waxa la gudagalay aaska marxuun Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal waxaana isla shantii bishii May lagu aasay مرحون محمد حاج إبراهيم عقال دوليت كما قال دا حيبتا بربرا إقوبل كاسي ساحل عسكاسين ووحا كاقيب قلي باديبا بلشادة سومالي دا ويسكاقا كالا تيميد ديگان كالا فقفق إسلاشن تي بشي مي وحمد حويني لو دورتي داهريا لكاهن وحمد حويني كوحيين كي اللهو نحاريستي مرحون محمد حاج إبراهيم عقال اللهو نحاريستي مرحون محمد حاج إبراهيم عقال ووحو هارو قعدايه وقامية جعل إنو هرقليو waxay umadii sidoonayso inta badan waxu ka dareen celin jiray hadalada bulshada dhexdeeda la isla dhexmarayo ya hadalhaynta goobaha la isku yimaado waxana lagu tilmaamaa inuu aha halyeeyay ee qaaradda Afrika soo maray Allahu naxariistay marxuun Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal godkana ha nuuro Allahu naxariistay xilligi uu geeriyooday Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal waxa laga joogaa hadda muddo 13 sanadooda balse xusuuskii joogtada ahaa ee loo sameen jiray Allaahu naxariistay marxuun Maxamed Haaji Ibraahin Ciigal sanadeenay lagama dareemin guud ahaan Soomaaliland iyadoo mooday inay xukuumadu gabtay doorkii ay arintaasi ku lahayd isagoo ahaa halyeeyay ummada Soomaaliland ay in badan ku dhaadan jirtay hirgeliyeena dhismaha dawladnimada